يا دليلة، أنا أفضل أن أكون في عيش هانئ معك على أن أكون مقدما للشرطة. دليلة يا حبيبتي، ما الذي ينفعني أن أكون مقدما للشرطة وأنا لا أهنأ في بيتي ومع زوجتي؟ حتى الأبناء حرمتني منهم، وذلك لميلك أن تكوني خلاف طبيعتك، وكأنك رجل لا امرأة بارعة الجمال. كان عليك إذن أن تتزوج من امرأة مسكينة مطيعة. أنا لم أشأ أن أغضبك، كل ما في الأمر أنني أحبك. تحبني ذلك الحب الذي لا يصلح إلا للجوار والإماء، أليس كذلك؟ بل حب جارف لسيدة متميزة عن سائر النساء وتفوق الرجال أيضا. اسمع يا عبد الله، إياك أن تبادر إلى شيء من نفسك، فأنا من ترسم الخطط، هل هذا واضح؟ هل أحضر لك الطعام يا سيدي؟ ومن يشتهي الطعام في حال كهذه؟ هل أنت جاد في ترك الشرطة والعودة إلى مصر؟ أليست هذه رغبتك؟ يعز علي أن نخرج من بغداد بهكذا مذلة. قد خرجنا من مصر مهانين أيضا، وهل ستترك تلك المحتالة تصول وتجول وتعلن انتصارتها؟ كيف سأواجه الناس بوجهي الأمرد هذا؟ أهذا هو الأمر؟ أو ليست هذه بفضيحة؟ بلى، ولكنها أقل هوانا من الخيانة. ماذا تقصد؟ ثم تواش بيننا ينقل خططنا لدليلة. فكرت بهذا. وهل تشك بأحد؟ سواك لا أستثني أحدا. ترى من سيكون معاونا لها؟ سالم، إنه النخاس. أين؟ هل سمعت ما قلت؟ ماذا؟ لابد إنه النخاس. أنا موافق. بقي أن نعرف من الذي تنكر بزي النخاس. سأحلم لك به. بقي أن نحل مشكلة الوجه الأمرد. هل ستخيب ظني يا عبد الله؟ Thank you.
لا تشبهني كثيرا، لكنها تفي بالغرض، أليس كذلك؟ هل تصدق إذا قلت لك أنني كنت أفكر في نفس الأمر؟ أشك في ذلك. كيف تكون مساعدي الأول دون أن تفكر فيما أفكر؟ هل تذكر وجه النخاس الذي باعنا؟ تقصد ذلك الوجه المتنكر؟ تماما. هل تستطيع أن تأتي لي بوجه مطابق له؟ أمهلني بعض الوقت حتى أحضر لك الفطور. سالم، أنا لم أنم يا رجل وأنت تقول لي فطور؟ أي شقاء هذا؟ سهرت الليل كله أفكر بما جرى منذ أن ظهرت مشؤومة الذكر دليلا، فوصلت لنتيجة أن ثم تواشيا بيننا. أوافقك الرأي. هل يذهب ظنك إلى رجل معين؟ لا أتهم أحدا بعينه، ولكن شكوكا تساورني بخصوص آخر ما حدث معي. تقصد تنكرك الذي تم بصورة سرية؟ أجل، ولم يعرف السر حينها غيرنا، ثم التاجر إسماعيل والحمال. هذا صحيح. وأنت والحمال لا يمكن الشك فيكم. أتظنه إسماعيل؟ لا أظنه يمكن أن يتعامل مع دليلة، لأن عمله في التجارة يتعارض مع أطماع هذا النوع من المحتالين واللصوص، وأنت كما تعلم التجارة تحتاج إلى الأمن والاستقرار. مختصر القول إن الواشي ممن يعملون في ديوان الشرطة، وأقربهم إلى سماع أسرار الديوان هو الحاجب. أعرف أنك تثق به. كنت أثق به، ولكن لابد لأفكاري التي عانيتها ليلة البارحة أن تدخله في الحساب كما فعلت أنت. دعنا نكشف حقيقته إذن. أجل. المعذرة يا سيدي، كنت أعاين الباب إن كان نظيفا أم يحتاج إلى... ادخل إذن، نريد أن نعين رأسك للسبب نفسه. قل بسرعة لمصلحة من تسترق السمع. سيدي المقدم، أنا لا أسترق السمع، أخبرتك أنني... قل الصدق وإلا قتلتك. أمرك سيدي المقدم، بالطبع سأقول، أعني أنني أقول الصدق حقا، أنا لا أكذب على ولي نعمتي. ولكنك تتجسس علينا وتنقل أخبارنا لدليلة. دليلة؟ أنا؟ أخبره يا مقدم حسن كي لا يتمسك بكذبه مدة طويلة. اسمع يا الحاجب، لا حاجة بك للإنكار، فلقد أتينا على برهان صريح، وما أنا الآن هنا إلا ليقدم هذا البرهان لسيدك. ولكن سيدي المقدم، أقسم. لا تقسم كذبا. طيب، أعترف أن فضولي يدفعني أحيانا لاستراق السمع، لكن دون غرض. أقسم بالله العظيم، ومستعد للقسم على كتابه الكريم. سيدي، إن كنتما تشكان أن أحد رجالنا يرتكب مثل هذه الخيانة التي تذكران، فليس سوى عبد الله يا سيدي. ما الذي يجعلك تسيء الظن به؟ أتحسب أنك ترفع التهمة عن نفسك باتهام الآخرين؟ لا يا سيدي، فحركاته المريبة تتهمه، فاهتمامه بما يجري في هذا الديوان من أمور أكثر من اهتمامه بعمله. تعني أنه يسترق السمع لك؟ نعم، وبالإضافة إلى هذا يسألني أسئلة مريبة عن كل ما تفعلانه وتزمعان أن تفعلاه. ما قولك؟ أنوي استجواب الجميع، وسأبدأ بهذا الحاجب. قل لي، هل عثرت على الوجه المطابق؟ لا، إنما أحضرت لباسا مطابقا. حسنا. أيها الحاجب. سيدي. اذهب مع سالم ونفذ ما يأمرك به. هيا. أمرك سيدي المقدم. أحضر لنا العون عبد الله. حاضر. قد تذكرت أمرا. عبد الله هذا أثناء
أثناء غيابك كان يأتي إلي متحمسا لينقل إلي أقاويل الناس عن دليلة عن انعدام ثقتهم فينا بدافع الحرص على سمعتنا. كان يريد أن يعرف كيف يفند أقاويله. وهو الذي عثر على مهران. ماذا يدور في رأسك يا حسن؟ أراك أصبحت خاملا اليوم. ليس بي رغبة للذهاب إلى الديوان اليوم. لماذا؟ رأس الغول مختبئ ريثما تنمو لحيته، وبعدها سيسافر إلى بلده. ولم يعد في الديوان ما يثير فضولي. بقي غريمنا الأكبر أحمد التنف. تعرفين، ليلة البارحة ولأول مرة أحسست أني زوجك. عبد الله، إنك تثير غضبي. هيا قم واذهب إلى الديوان وانسى كل شيء مما حصل ليلة البارحة. بدل ثيابك، سأفتح الباب. خيراً إن شاء الله. المقدم أحمد الدنف يطلب عبد الله. أدخل. ما قولك؟ أهو النخاس الذي باعكم؟ أقسم بالله العظيم يا سيدي. لا تحلف، اذهب واخلع عنك هذا الثوب، وإياك أن تنبه عبد الله إلى هذا. إذن تأكدتم أنني لست المطلوب؟ ليس قبل أن ألبس عبد الله هذا الثوب. هيا. ماذا لو أن ثوب التنكر هذا لم ينفع مع عبد الله أيضا؟ عندئذ سأجربه على كل من في ديوان الشرطة. الهرب لن ينفع إلا في تثبيت التهمة عليك، ولا أشك في أنك ستجرني معك. فلنهرب معا إذن. أنا أهرب؟ أي جبان أنت يا عبد الله؟ أنت لا تعرفين أساليبهم في التعذيب. إذا هربنا قتلنا، وإذا اعترفت قتلنا أيضا. ما أفعل يا الله؟ ما أفعل يا رب؟ انظر في عيني، انظر جيدا، ألا تثق بي؟ سأخرجك من هذا الفخ كما أوقعتك فيه. إياك والاعتراف بأي شيء. تمالك نفسك وأنا أتدبر الباقي. اطمئن. هل أنت واثقة؟ كنت أحضر لهما مقلبا، لكنهما استعجلا. هيا اذهب إليهم دون ما قلق، ثق بي. هيا بسرعة قبل أن يخلع الباب. هيا. ما كان يجب أن أشركك معي. يقولون انه سوف يجلب المقدم حسن وياتيكم بالاخبار الطيبه يا مولاي. انصرف. امرك جاي. ما الذي أخركم إلى الآن؟ لم أعرف أن الأمر مستعجل إلى هذا الحد. هو كذلك. هل يبدو لك هذا الزي مألوفا؟ أجل، إنه زي النخاسين. أحسنت، أحسنت. بدل ثيابك به فورا، إنه أمر من المقدم حسن. أم أنك تخشى شيئا؟ ماذا سأخشى؟ أنا أستغرب ليس إلا. لا بأس، سيزول استغرابك في الحال. هيا
أنت صاحب هذا المطعم الحقير؟ ما لك لا تجيب؟ نعم، أنا صاحب هذا المطعم الحقير. ماذا تريدين؟ أبحث عن جلعاد اليهودي، قيل لي إنه يعمل في هذا المطعم. لعن الله المذكور، فقد قام بتهريب جميع عمالي. لست مهتمة بقصتك هذه، أخبرني أين يمكن أن أجده؟ بمصيبة إن شاء الله. لم يعد أحد يدخل مطعمي، وأنا لا أجد طباخاً ماهراً يعيد لي زبائني. ألا يمكنك أن تقول لي شيئاً مفيداً؟ أفكر ببيع المطعم، هل لديك من يشتريه؟ أنا أريده، فلنتفق على السعر. لا أدري. ماذا؟ ألم تفكر بسعره بعد؟ أعرضي علي سعراً وسأبيعه. قل لي أنت، بكم تريد أن تبيعه؟ بألف دينار. لك ذلك، ستجد هنا 100 دينار، وسأحضر لك الباقي بعد أن تجلب عمالاً ينظفونه من هذه القذارة، اليوم قبل الغد. ستجدينه جديداً. هيا إذن، لا تضيع الوقت، فأنا على عجلة من أمري. في الحال. يبدو أن غريمك لن يتحدث بسهولة. هل أوضح لي سيدي ما يقصد بغريمك؟ ستفهم القصد قريباً. لا تتخذ وسيلة لانتزاع الحقيقة منه. أعتقد أنه سيوفر العذاب على نفسه، وهو الخبير به. لكنه لم يجربه بعد. هل سيطلعني سيدي المقدم ما يرمي إليهم من هذا التنكر؟ هذا إن أطلعتني أنت على مرادك من مساعدة دليلة. أنا؟ ربما كنت تظن أنك لن ترى وجهي نهائياً، لأن دليلة ستغلبني. والله ما فهمت قصدك يا سيدي. لا تتظاهر بالغفلة يا عبد الله، أنت متهم بالخيانة، وجزاء الخيانة القتل. أنا ماذا فعلت؟ لا تنكر، أنت متعاون مع دليلة بجرائمها، متنكراً بهذا الزي. من الذي أخبركم بهذا الأمر؟ أنا هنا من يسأل وأنت تجيب. سيدي، أؤكد لك أن هذه التهمة بهتان صريح، إنها ملفقة. ليست ملفقة أيها الشرطي المخلص، وعندي البرهان، وحينما أراك بهذا الزي يتأكد ظني. عفوكم يا سيدي، يعني إذا سالم ارتدى هذا الثوب لبدا كالنخاس تماما. وما أدراك أنت بمظهر النخاس؟ ها؟ يا سيدي، أنا أراهم كل يوم في الأسواق، كما أني استوحيته من حديثكم ومن هذا الزي. أنت تعرف أن جزاء الخيانة القتل، فلماذا غامرت بروحك هذه المغامرة الحمقاء؟ ربما أغرتك دليل ببعض المال أو بشيء آخر أغلى من المال، وأنت من فرط غبائك صدقتها، لذلك أنت شريكها في كل الجرائم، وأنت خائن وستنال العقاب نفسه. عفوك يا سيدي، عفوك لو سمحت. أنتم تحاولون أن تداروا فشلكم بالقبض على دليلة بإلقاء التهم جزافاً لكي تظهروا أمام الوالي بأنكم أقوياء وأذكياء، لكن الوالي لن يلبث أن يكتشف الأمر، بل إني سأخرج إليه من هنا مباشرة لأشكوه. ستعذب حتى الموت أو تقر بما تعرفه كاملاً. لن أسلم نفسي للموت. لا جزاء للخائن إلا الموت. لست خائناً. لماذا أنت خائن؟ ولماذا تريد أن تهرب إذن؟ لا أريد أن أهرب، أريد أن أشكو ظلمك إلى الوالي. بل تريد أن تنذر دليلة. ولكني لا أعرفها. تعرفها وعلى صلة وثقة بها. ما صلتك بها؟ تكلم. لن أتكلم إلا في حضرة الوالي. سنرى إذا. سالم، ماذا؟ ما الذي فعله؟ يبدو أنه يتعاون مع دليلة. زوجي أنا يتعاون مع تلك المحتالة الشريرة؟ هكذا يظنون. يظنون؟ يحبسون الناس لمجرد الظن؟ معذرة يا سيدتي، ما جئت إلا لأبلغك الخبر بناء على إلحاح عبد الله، وليس من عملي أن أفسر لك ما لست متيقنا منه. هل أستطيع زيارته؟ لن يكون الأمر سهلا. يمكنك أن تتدبر الأمر، ستظهر براءة عبد الله ولن ينسى لك هذا المعروف أبدا. سأرى ما يمكنني فعله. سأعتبر كلامك وعدا لي. بالإذن يا سيدتي. الويل لهم إن آذوك يا عبد الله. هل ستتكلم الآن؟
لم تتكلم؟ هل سحرتك دليلة يا رجل؟ قل لي، هل تستحق منك دليلة كل هذا العناد؟ سأصفح عنك إن أخبرتني بمكانها. هل أنت جادة في شراء المطعم؟ ولما أعطيتك المال إذن؟ صدقة أم زكاة؟ هاك بقية المال، هذا إن كنت تستحقه. وحق الله، سيكون المطعم نظيفاً جديداً قبل طلوع الفجر، ولن أخذ قرشاً واحداً حتى تستلميه كما تتمنين أن يكون. أعتبريه لك منذ الآن، وسأجلب لك رجالاً لتنظيفه. هيا. يا له من غبي! ها، هل رأيتها؟ نعم، وهي تعتزم زيارتك هنا في دار الشرطة؟ وما الغريب في هذا؟ كل السجناء يزورهم أهلهم. ما هذه المجنونة؟ ماذا قلت؟ هل قالت متى ستأتي؟ نعم، قالت بأن ستأتي عندما تكون مستعدة. عندما تكون مستعدة؟ أجل، هكذا قالت بالتمام. هل تريد شيئا آخر؟ لا، شكرا لك. يجب أن أذهب إلى الديوان، رأيت المقدمة أحمد قادما. لعن الله الاثنين، أقسم ليلقين مني عذابا أشد مما لقيت منهما. لا أظن تعذيبك له كان ضروريا. هذا مجرد رأي. أتوبخني من أجله؟ إنما ألحقته بي دليل ابن الخزي والعار، يفوق هذا بكثير. ولكننا لم نتأكد بعد من معرفتها بعبد الله. لو أنك رأيت ملامحه ونظرت في عينيه وأنا أتهمه بالتعاون مع دليلة، لأدركت أنه هو الخائن الذي نبحث عنه. لقد أنكر بلسانه فحسب. مدام بحوزتنا، هذا يعني أن دليل ستجهل أي قرار نتخذه. أجل، وعندها سنتأكد من خيانة عبد الله. نعم، إنها سنتأكد من خيانتها، هذا صحيح. انظر ما جاء لزيارتك. سأغيب مدة قصيرة. ما بك؟ هل أفسدك السجن؟ ما بي؟ ألا أستطيع أن أشتاق إليك يا دليلة؟ صمت أيها الأحمق، يجب أن تكون أكثر حذرا. هل عذبوك بقسوة؟ عذبوني وأهانوني. سوف تكون جديرا بمكان صاحب الشرطة. أي صاحب شرطة وأي مكان؟ أنا لا أريد سوى النجاة بنفسي قبل أن يقتلوني. اطمئن، أنا معك. أنسيت من أكون؟ إذن عليك أن تجد لي وسيلة للهرب وبسرعة. تهرب فيلاحقونك، فتضطر للعيش متنكرا متخفيا، أو ترحل عن بغداد كلها. طبعا سأرحل، أريد النجاة بنفسي فقط. اصبر واسمعني، لابد أنهم ينتظرون إقرارك الآن، أليس الأمر كذلك؟ بلى هو كذلك،
ولكن اطمئني لن أعترف بشيء. لا عليك، اعترف. ها؟ قل لهم بأنك لا تعرف دليلا، إنما أنت تحب امرأة تدير مطعما، وهذه المرأة هي التي تعرف دليلا، وهي التي سوف تدلهم عليها. هذا هو العنوان. دليلا حبيبتي، تذكري أنني بين أيديهم وتحت رحمتهم. اليوم، أما في الغد ستكون سيدهم. عندئذ لن ترحم أحدا منهم. جزاك الله خيرا يا أخي، لن أنسى طيبة قلبك ما حييت. على الرحب والسعة. خير لك أن تكون قد طلبتني لأمر هام كما قال الحاجب، وإلا سأمر بقتله. هل ستعطيني الأمانة إن تكلمت؟ بكل تأكيد، وسأطلقك من الحبس حالما أتمكن من دليله. الحق أنني نادم يا سيدي، سأروي لك ما جرى بكل تفصيل. تكلم. حسناء تدير مطعما؟ نعم هكذا يدعي. لا أعرف مطعما في المدينة كلها تديره امرأة. على كل حال سأذهب لأتأكد من أمرها بنفسي. لا تظهر لها حقيقتك، أنا سأتولى أمر دليلة. أخشى أن يعرف الوالي ما يشاع في المدينة. يخيل لي أن دليلة هي من يشيع حكايتها في الناس لتحط من قدرنا لغاية في نفسها. هل تظن أنها تطمع في مكانك أم في مكاني؟ أنت تمزح؟ أنا لا أستبعد هذه الفكرة. لا لا، ولكن هذا مستحيل. لماذا؟ لم تعتد ولم يعتد الناس أن يكون صاحب الشرطة أو معاونه امرأة. في زمننا هذا لا شيء محال، كل أمر جائز. مع هذا لا يمكن. مولانا الولي؟ نعم. ليتك أخبرتنا قبل بمجيئك كي نستقبلك بشكل لائق. جئت في الخفاء لأعلم حقيقة ما يشاع عن تهاونكما وتخاذلكما، حتى باتت امرأة تستطيع أن تتحدى هيبة الولاية وشرطتها، وإلى حد أنها جعلت من أهم رجال مملوكا وباعته إلى تاجر فارسي. وماذا عنك يا مقدم حسن؟ ألم أمرك بالمثول بين يدي؟ المغفرة يا مولاي، كنا ننوي أن نمثل بين يديك، ولدينا أخبار طيبة عن تلك المحتالة. هذا يعني أن الحكاية صحيحة. أجل يا مولاي، صحيحة. امرأة تفعل كل ذلك ولا تستطيعون القضاء عليها؟ ألم تعلم بأن التجار والشهبندر ساخطون لأن الأمن بات مزعزعا في الولاية؟ مولاي، إننا جادون في إثرها، ولن تمضي أيام قليلة حتى نكون قد أمسكنا بها. من هي هذه الدليلة حتى تستعصي على رجل مثل أحمد الدنف أو حسن رأس الغول؟ هي من الجن؟ بالطبع لا يا مولاي، ولن تستعصي علينا، ولكن نحتاج إلى وقت إذا سمحت. إذن فإني أنذركما،
إن لم تقضي على هذه المفسدة خلال 3 أيام فإنني سأولي على الشرطة من هو أجدر منكما وأعظم هيبة. تجهد نفسك يا سالم، أنا ذاهب وحدي. واجبي وحرصي يقتضيان مرافقتك. واجبك وحرصك يقتضيان إطاعة الأمر. لا أريد بحرصك هذا أن تفشل لي مخططاتي. خذ سلاحك على الأقل. خنجر معي. إياك واللحقني. إذن احذر كيد النساء. اهلا وسهلا، تفضل. هل انت صاحبة هذا المطعم؟ اجل. امر عجيب حقا. وما العجيب في الامر؟ لم يعتد الناس ان تمارس النساء اعمال الرجال. الحق معك، انا وحيدة اب وقد توفي تاركا لي بعض المال، ففكرت في ان استثمره في عمل صغير خيرا من ان يضيع في ايام. بارك الله. ألا تجلس؟ ماذا تريد أن تأكل؟ لماذا الحيرة؟ أطلب ما تريد وما تشتهي نفسك. أشعر بالخجل قليلا منك. لماذا؟ لأنني نسيت كيس نقودي في الخان الذي أقطن فيه. أنت غريب عن هذه المدينة؟ أجل، وجئت إلى هنا بحثا عن العمل. هل لك صنعة؟ علمتني الحياة أن أجيد كل صنعة، فيا حبذا لو أنني أعمل معك. أساعدك في خدمة المطعم، فأنت امرأة وبحاجة لأن يكون معك رجل. لا أخفيك أنني أعاني في بعض الأحيان من نزوات الزبائن، وأنت تبدو لي رجلا قويا يمكنني الاعتماد عليه. هذا يعني أنك موافقة؟ مهلا مهلا، أنا لا أكاد أعرفك، وما يدريني أنك لست لصاً أو محتالاً يضمر لشر. أوافقك، الحذر واجب. فرضي مثلاً أنني كذلك والتقيت بامرأة لها مثل ملاحتك وسحرك وجمالك، ألا يجردني هذا من كل أطماع الدنيا ويجعلني لها الخادم المخلص الأمين؟ تعجبني فصاحتك مثلما أعجبني شخصك، لكنني لست من النساء اللواتي يغريهن الكلام المعسول. لم أنطق بغير الحق وليس لي أي غرض. لا تترددي يا سيدتي وجربيني، لن أخذ منك فلسا واحدا ما دمت قيد التجربة. لا بأس، موافقة. تفضل وتناول معي شراب العناب، فقد صنعته بيدي وأحب أن أعرف رأيك فيه. يبدو أنك امرأة متعددة المواهب. ما بالك لا تشرب؟ لو أنك أعطيتني كسرة من الخبز فأنا أحب العناب مع الخبز.
آسفة، نسيت أنك قد تكون جائعا. أنت على حق، فالخبز مع شراب العناب طعام لذيذ. يعجبني هذا الشبه بيننا في الذائقة. لا شك في أنك ستكون مفيدا في خدمة المطعم. أعجبك العناب؟ إنه كما قلت طيب ولذيذ. بالصحة والهناء. هل أسكب لك المزيد؟ ما بك؟ مسكين يا مقدم حسن، يبدو أنك لا تقدرني حق قدري. وغاب عنك يا رأس الغول أن دليلك تصنع المخدر وما يبطله. أنت دليلة إذن. ما رأيك بي أخيرا؟ ما الذي تبغينه بعد كل ما فعلته؟ المتعة والسعادة، كل ما يسعى إليه المرء في النهاية. ولكنك تلحقين الضرر بالناس، ببعض الناس، وتعترفين دون أن يهتز ضميرك؟ لا شيء يهز الضمير سوى التنازل عن الحق. الحق؟ ولماذا تعادين من يندبون أنفسهم للحق؟ لأنني أنا صاحبة الحق في القيام بهذا الواجب. هل تريد بعض الطعام والشراب؟ لا، اكتفيت بالمخدر، كان طعمه لذيذا. تبدو مسرورا. ومن لا يسر بلقاء امرأة مثل دليلة؟ ما الذي أبقاك في بغداد بعدما بعتك مملوكا ومرغت كبرياءك بالتراب؟ شوقي إلى رؤيتك. ما كان لي أن أحرم نفسي من رؤية هذا الوجه على حقيقته وأتملى حسنه وحلاوته. تثير قرفي واشمئزازي بهذا الكلام الذي لا يفرح إلا الجواري. يبدو أنك رغم كل هزائمك أمامي لم تعرف حقيقتي بعد. وها قد عرفت الآن. أنت روح الفوضى على هيئة امرأة حسناء، امرأة تقهر الرجال وتقض مضاجعهم. وفي النهاية يا دليلة، ما مصيرك؟ سؤال يدل على نفس ضعيفة. المهم عندي يا مقدم حسن أن أعيش حياتي كما أرغب وأشتهي. أما الغد غيب مبهم ولا يشغل تفكيري. انتظر بقية الحكاية صامتا يا رأس الغول. فاجرة.